أهلا وسهلا فيكم. لما كنت صغير الوالد أخذ لي ميكروسكوب لعبة. هو فعلا كان ميكروسكوب، لكن الصور ما كانت واضحة، وكانت تأتي معاه شرائح صغيرة وحطها تحت الميكروسكوب وأشوفها وأشوف العالم المصغر. الميكروسكوبات في تلك الأيام كانت غالية، أما الآن الميكروسكوبات أصبحت منخفضة السعر وجودتها عالية جدا. أنا ودي أوريكم الميكروسكوب اللي أخذته حتى أحثكم على أن تأخذوا واحد لأنفسكم، خصوصا أن الأسعار منخفضة وتستطيعون أن تروا أبنائكم هذه الأشياء اللي رأيتها تحت الميكروسكوب. فأنصحكم نصيحة أن من لديه مبلغ ولو بسيط أن يضعه للميكروسكوب حتى تكون عنده معرفة بما يحدث في العالم الميكروي. هدف هذه القناة هو تحبيبكم للعلم، نشر العلم بأي طريقة ممكنة. أحياناً أنصحكم بأن تأخذوا تلسكوب، أحياناً أكلمكم عن الكون، أحياناً أكلمكم عن الأشياء الكبيرة، هذه المرة أكلمكم عن الأشياء الصغيرة. راح أوريكم بعض الفيديوهات اللي صورتها للعالم الميكروي الصغير جداً من خلال الميكروسكوب البسيط اللي أخذته، اللي يبدو وكأنه ميكروسكوب احترافي وإن لم يكن كذلك. هذا الميكروسكوب من شركة سويفت، أخذته تعرفت عليه بالصدفة من قناة من القنوات التي تشرح الموضوع، موضوع الميكروسكوبات والعالم الصغير، الميكروبات وما شابه، وهو الذي أفاق فيني هذه الرغبة القديمة لرؤية الأشياء الصغيرة. أنصحكم فيه طبعا لأن سعره بسيط. هذا الميكروسكوب يكلف 380 دولار، وأخوه المتشابه معه من غير هذا المكان اللي تركب عليه الكاميرا حتى تصور. وأنا أنصح أي واحد بياخذ ميكروسكوب أنه يأخذ واحد مع كاميرا، مع مكان للكاميرا، حتى يستطيع أنه يشاهد هذه الأشياء على الشاشة ويصورها وربما ينزلها على اليوتيوب حتى يستفيد غير الناس الآخرين. طبعا في عدستين موجودتين للعينين، منظار ثنائي مع هذه، وميكروسكوب في أربعة، أو طبعا تختلف بعضها، فيها ثلاثة وهذا في أربع عدسات للنظر خلال الميكروسكوب. هذه العدسات اللي يسمونها Objective Lens، هذه فيها تكبر أربع مرات أو عشر مرات أو 40 مرة أو 100 مرة. هذه التكبيرات طبعا تكبر زيادة لما تدخل في هذه العدسة اللي هي تضاعف بقدر 10 مرات. فهي بحسب اللي يعطونك اياه من العدسات، تكبر من 4 اضعاف الى 2500 ضعف، ولكن انسى ال 2500، الى حد ال 1000 هو الصحيح. فهذا الميكروسكوب رغم بساطته ورغم انخفاض سعره إلا أنه رائع جدا للهاويين. فأنا أنصح، ليش؟ لابد أن يكون هناك ميكروسكوب لكل شخص في كل بيت حتى يغذي أطفاله بالعلم، يحببهم له ويريهم ما لا يستطيعون أن يرونه ربما حتى في الصف في المدرسة. أنا درست كثير من الأشياء، لكن هذه أول مرة أشاهدها أمام عيني باختياري بانتقائي للتربة للنباتات حتى أرى أسفل الميكروسكوب ما هذا العالم الميكروبي العجيب الموجود بداخلها. فأنا أنصحكم نصيحة أن تأخذوا هذا أو غيره، يعني هذا أو غيره، لأن هناك الكثير منها، بس هذا اخترته أنا فأنصحكم فيه. هناك ميكروسكوبات أفضل منه ولكنها راح تكون شوي غالية. هذا يكفي للهاوين حتى فقط يتعرفوا على هذا العالم المصغر. فقط نقطة واحدة قبل أن تذهب وتشتري ميكروسكوب مثل هذا النوع، وسأضع الروابط كلها في الأسفل، أن تنتبه لموضوع معين. إذا كنت أنت كبير في العمر تستطيع أن تقتني مثل هذا الميكروسكوب وتحضر الشريحة وتركب على الميكروسكوب وتنظر له من خلال العدسة وتضبط الأمور وتري أبنائك، خصوصا إذا كانوا صغار ربما لا يستطيعون أن يقوموا بكل هذه الأشياء بسهولة، فربما يملوا من الموضوع. نصيحة للأطفال، إذا أردت أن تشتري ميكروسكوب الطفل نفسه هو يتعامل معه مباشرة، هناك شيء اسمه
ستيريو مايكروسكوب، وهذا أفضل بكثير من الميكروسكوب الذي أريتك إياه الآن للصغار. هذا الأفضل، هذا الأفضل للكبار، تمام؟ ويستطيعون طبعا أن يشاركوا أبنائهم في النظر إلى هذا العالم. فإذا أنا أنصحكم بهذا الشيء، توجهوا، يعني موجود هذا الميكروسكوب كل مكان، موجود على أمازون، اذهب إلى أمازون، راح أحط لك رابط، هذا الرابط تستطيع الشراء منه. أنا ما أستفيد من الموضوع شيء، فقط شيء واحد أستفيد منه، أن العالم العربي يتحبب أو يحب العلم. هذا هدفي الأساسي من الموضوع كله. أحيانا ممكن أتكلم عن السماء، وأحيانا ممكن نتكلم عن الأشياء الصغيرة، فهذا يوم الأشياء الصغيرة. الآن خلوني أوريكم الأشياء اللي شاهدتها، من وين أخذتها، وكيف حطيتها، وثم نظرت لها من خلال الميكروسكوب. بداية طبعا لازم تبحث عن نباتات، بالخصوص نبات الطحالب موس. أنا خذيت منه عينة بالملقط، وضعتها في طبق صغير. هذه الأطباق عادة أخذها من الكيك اللي ناكله بعد ما ننتهي من نحتفظ فيها، فتأخذ كمية بسيطة مع التراب، ثم تضع شيء قليل جدا من الماء، لا تضع الكثير، وبهذه الكمية تقريبا، وتضعه لمدة 3 أيام أو يومين بالأحرى كافي. فتأتي بشريحة، وأيضا هذه واحدة من الأشياء اللي عليك أن تطلبها، تأتي بشريحة وتأخذ من الماء. طبعا تستطيع أن تأخذ بالملقط أجزاء من النبات وتضع القطرة على الشريحة، وتستطيع أن تستخدم أيضا قطارة، لا داعي أن تشتري مثل القطارة الأخرى اللي رأيتها في البداية، وتضع فوق هذا، تضع الزجاج على الشريحة، زجاجة خفيفة ناعمة، وتستطيع أن تضيف القليل من الماء للشريحة إذا كان الماء غير كافي والشريحة تمتصها، أو الزجاجة ما بينها وبين زجاجة الشريحة تمتصها. بعد ذلك تضعه تحت الميكروسكوب وتشعل الإضاءة وتشاهد. فكرتها بسيطة جدا ورائعة وسهلة، ليست فيها أي صعوبة. الآن هذه الميكروبات اللي بدأت بمشاهدتها، هذه يطلق عليها هدبيات، لأن عندها أهداب تتغذى على البكتيريا دائما باستمرار. كلما تركت الماء فترة أطول كلما تكاثرت أكثر، لأن البكتيريا تزداد فيتوفر لها طعام كثير. الآن هذا تكبير 400 مرة. هذا الكائن أيضا من الهدبيات، غريب شكله، تراه شفاف، بطنه فارغ، يعني بطنه وكأنه فارغ، في أشياء طبعا، في أغذية وبعض الأشياء التي هي موجودة فيه كخلية، وتجده يتحرك بسرعة، ولكن ممتاز أني استطعت أن أصطاده، فما موجود في هذا المكان، ويحرك أهدابه والأهداب تسحب. هذا دردوري، لاحظوا الذي يحدث له. ما الذي يحدث؟ لاحظته، عنده أهداب، هذه الأهداب تتحرك بسرعة وتحرك الماء ويسحب كل شيء إليه، فيأخذ المواد اللي يريد أن يأكلها، وأحيانا تصطدم فيه بعض الأجسام الكبيرة فيتراجع بسرعة ويسكر الفتحة ويرد يفتحها مرة ثانية. هذه الردباء الرشيقة تتحرك هنا بسرعة، وأحيانا تستخدم، أو كثيرا ما تستخدم، لأعصابها، فيها 302 خلية عصبية، فالعلماء يستخدمونها لفهم أكثر. هذه أيضا من الهدبيات، تتحرك بسرعة، هاي تكبير 100 مرة ولم أستطع أن أصطادها بسرعة، يعني تتابعها وتلاحقها ولا تستطيع أن تصطادها.
أظن هذا باراميسيوم أيضا من الهدبيات، له هذه الشعيرات الأهداب هذه أيضا يتحرك فيها ويسحب فيها الطعام إلى فمه. أحيانا تجده مثلا يتوقف عند نقاط هواء أكسجين موجود، يقف عندها ويتناولها ويدخلها إلى داخل جسمه. هذه الميكروبات الرائعة اللي موجودة حوالينا حبيت أوريكم إياها حتى نستمتع جميعا بما نراه في العالم من حولنا. مشكورين.